你问问题。اوكين ممتاز يا خيران، ان شاء الله باذن الله وجهتنا نادي اليخوت باذن الله ان شاء الله. قيادة كابيتانو باب العود. صعدنا الطراد، اللهم لك الحمد، وصلنا بالسلامة نحط على القواعد. طلع السلامة. طلع سلامتنا، كانت رحلة موفقة الحمد لله، وتجربة جديدة ومغامرة بالنسبة لي صراحة، بس يعني ما قصر وأمان إدارة وأمان المدير، خلاص مدير مال البحر رسمي. بس صباحكم الله بخير، دلوني مكان الورشة. صعب لو شو شوف شلون المكاين ان شاء الله. باي باي انبورد، ويلكم تو اوتبورد. والله بالخير، يوم الرابع تانكي فاكينا، ما شاء الله تانكي وايد نظيف الحمد لله. هذا شنو قاعد تفك؟ هذا مال سكان ها؟ هذا سكان، هذا خمس بارينا، هذا مال شافت ها؟ اه مال شافت، وداخل مال سكان ها؟ هذا طلب كل شيء. طبعا راح نغير هذا كله، هذا اللي تشوفونه هذا كله راح يتغير الحين ان شاء الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم السابع، نفس اليوم قبل اسبوع يبنى ما شاء الله خلصوه، حكوا الصبغة القديمة. مساكم الله بالخير، اليوم يمكن العاشر او الـ11 ماني ذاكر بالضبط، خلاص ببطل احسب الايام. شو قاعد نسوي؟ قاعد نسكر فتحات الشافت والسكان اللي هناك، مسكر هناك بس الظاهر في تسكيره بعد زياده عشان نسلم مع القرف. طبعا سكرها ما شاء الله وصبغوا، حطوا المعجون ما معجون الشغلات هذه، سكر المكان خلاص. اعتقد هذه حق تقويه الرقعه. هذا حق تقوية الرقعة؟ هذا ماسكين اللي هناك شاردين اللي داخل. اي واحد؟ شاردين اللي داخل. اي عشان تقوي الرقعة. حلو. هذا تسكر. هناك. السلام عليكم. شلونك زين؟ لا الحين يفضون. هذا القش كله راح احطه الاخيره اللي رسيت عليها، انا راح اشيل هذيل كلهم، هذا راح يلغي اتوقع، هذا راح يلغي بعد، اي هذا راح يلغي، هذا مال المكاين. راح اشيل كل شيء اللي ببيه، 1 2 3 4 راح اخليهم تحت، اسكر هذا كله وبطل هذا وارد اسكر. فوق نزلنا تحت، هذا حق تقوية الرقعة. صباحكم الله بخير. صباحو، بس طبعا في شغل ورا راح يرتفع هذا شوي اساس انه يسوونه اخر شيء، بس عشان التركيب مبركة ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا كأنه كان في فتحات وتسكرت ملوت الشافتات والسكان تبارك الرحمن ما شاء الله لا اله الا الله. خير، زمان ما جيت، ما ادري شنو صار، بس شنو؟ ولا ايه كذي احلى
الحمد لله ركب البراكت، بس اعتقد باقي يركبون السطحه كلها عشان تصير لهني. راح تصير لهني وراح يصير في مجرى حق الكرامه البالوعه هذه واللي هناك. صباحك والله بخير تقريبا الحين طراد صار له شهر ويمكن زود شوي. الحمد لله خلصنا هذا الركض، ركبناه صار لها اكثر من شهر مكشوفه. شبه بعد ما يحتاج اقول انها فيها مي، والله للحين ناقع مي. شوف ما سويت شيء انا عشان كذي. نصيحة من مجرب بحر، لا تروح حق اي واحد، ادفع زود بس خد شغل نظيف، خد شغل نظيف. من ضمن الشغل اللي سويناه بدلنا الترمات، كانوا تعبانين وركبنا شيء وايد احسن من القديم، وضفنا عليهم الزنكات واحدة هني طبعا الثاني الصوت الثاني. والحين بعد انه في شغل انه هني بنركب بعد زنكات، واحد هني واحد هناك ان شاء الله. تنظيفات اتوقع هذا تابع اكزوز الماكينة، راح يشيلونه. اي وايرات تابع الماكينة راح تنشال ان شاء الله، هذا كله راح يتنظف وينصبغ. وهم من برا بعد، وهناك قاعد يشتغلون بالأرضية الخشبة المسلوحة. إن شاء الله يركبون هذا ويضبطون الأمور كلها ونخلص ونشيل شنو زايد ما نبي نشيله، الإكزوز وهالوايرات. قاعد يسوي ما شاء الله عليهم شغل يعني صراحة دقيق جدا. اللي شال القطعة هذه كان قاصها من قبل عشان يركب الدعامة هذه. الحين رد قاعد يسوي لي واحدة ثانية ونفس الطريقة نفس القصة عشان الماي. إن شاء الله شغل والله وايد دقيق. قاعد ينظفون عشان يعبون الأماكن هذه عشان يسكرونها، لأن هذا كله إن شاء الله إن شاء الله راح يتنظف عدل وينصبوق وتنشال الوايرات الزايدة. هذه القشرة اللي أمس صورتها كانت قشرة ضعيفة ما شاء الله، حطوا عليها الشغل وضبطوا. صباحكم والله بالخير. بعد ما حطيناها على العربانة أمس صبغوا أساس اليوم، هذه كلها صبغة أساس إن شاء الله بعدين راح تتعدل. الحين قاعد يشتغلون داخل حكون الأرضية القديمة عشان نسوي النكشة الجديدة اللي هي نفس هذه. النكشة القديمة قاعد يشيلها ما كان هنا. بنشوف شو مسوين هنا. ما شاء الله قاعد يسبق. تعطي حماية ويعزل الماي ويضبط كل شيء. ما ابي ادوس هني لان رايحين ما خلصوا. ما شاء الله لا اله الا الله. صباحكم الله بالخير. قاعدين يضبطون الارضيه عشان يركبونها ان شاء الله ويصبغونها كلها. السلام عليكم، هلا بالشباب. ركبنا زنك كبير هني، ثاني الصوب الثاني نفس المكان جهة ثانية إن شاء الله. الحمد لله سكروا، قاعدين يضبطون الفتحات هذه كلها قاعد يسكرونها. الحمد لله هانت، يلا ما بقى شيء إن شاء الله هاليومين خالصين هذا بإذن الله. سكروا كل شيء داخل بعد. تبارك الرحمن ما شاء الله. السبق طبعا الحين بعدين نسكر الفتحات القديمة كلها
عشان نرجع نسوي فتحات جديدة. إن شاء الله سكر المكان كله بس ناقص صبغ. إن شاء الله بعد شوي قاعد يفضل المكان عشان يجي الونش إن شاء الله يسحبه لين عاد اللي يخوف. عدلنا الباب هني بس سوينا له شطفة صغيرة لأنه إذا تبطل الباب يحك. إن شاء الله لا إله إلا الله. والله صدفة رايح الجراج ولا ساحبين طرادي ومودينا إن شاء الله البوم. الله وصلنا هذا اليخوت نزل الطراد هناك عشان إن شاء الله هاليومين يبلشون يشتغلون فيه بإذن الله. يا هلا يا هلا يا هلا هلا بالعود. شنو هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ركبون المظلة ان شاء الله. صبحكم الله بالخير يا الربع. الحمد لله الكنترولات وصلت وذي العدادات ستيرينج. السكان هني بعد بيركبونه ان شاء الله. كنترول راح يصير هني. حطيت اخر شيء تحت RPM بنزين مونيترات اثنين سويتشات. السلام عليكم وصبحكم الله بالخير. اللهم لك الحمد خلصنا الحمد لله. بس شغلوا المكاين امس بس باقي عندي الهواز هذيلي مثل ما قلت لكم من قبل الفتنجات هذه واصله لاخر شيء. هذا راح تبين ولا لا؟ شوف هذا الهوز واصل لاخر الطراد واصل لهني. فغلطه هذه سويناها بيون العمال يقصون عشان يفرون الفتنجات هذه ونركب الهواز ونعبي بنزين وان شاء الله ننزل ونجرب الطراد البحر. الحمد لله هذه البروانة ركبت حجم 15. بحكم الله بالخير نعدل وايرات البطاريات عشان نشغل الاكسسوري ونقدر نشغل الترمات ونشيك على النزافات وان شاء الله بإذن الله ننزل نجرب الطراد.